انا دلوقتي عشان اعرف احمال، قلنا ان انا عشان اعرف اي حاجه بفتح قائمه ديفاين، فلما اجي افتح قائمه ديفاين هلاقي عندي حاجه اسمها لود كيسز ولود كومباينيشن ولود باترن. طب ايه الفرق بين الثلاثه دول؟ لو جينا فتحنا مثلا هنا عشان نفرقهم، ادي اللود باترن وهنا اللود كيسز وهنا اللود كومباينيشن. طيب ايه الفرق بين الثلاثة دول؟ تعال ناخد كده ايه، نقول الفرق ما بين الثلاثة دول. انا مش عايز اخش اقول لك الحمل ده بنعرفه كذا كذا، فايه الموضوع ما يعني مش عايزك تبقى حافظ، فنفهمها برضو مع بعض ونعرف ايه معتمد على ايه وايه اللي لازم يتعمل الاول. طبعا الموضوع ده كان فيه مثال مشهور للدكتور محمد الزغيري ربنا يجزاه خير عندنا، كان شرحها بطريقة بسيطة كده برضه هنشرحها للناس. لو ما عملتش الكاميرا مقلوبة بتفرق مع الناس؟ لا ما بتفرقش في ما ما في الاناليسيس، لا ما بتفرقش في الاناليسيس. تمام، هنيجي دلوقتي اول حاجة عندي اللود باترن. اللود باترن ده يعني عشان تقدر تفهم الموضوع ده اكتر، الفرق ما بين اللود باترن واللود كيسز واللود كومباينيشن، هنيجي نفرض عندنا انا مثلا انا وانت دخلنا مطعم. تمام، بندخل المطعم اول حاجه بنبدا نشوفها هي المنيو، فممكن تلاقي معاك المنيو يقول لك عندنا مثلا بنعمل رز، وليكن هنرمز للرز اللي هو بالديد لود. لو عندي مثلا لحمه بقول له باللايف لود، عندي مثلا احمال رياح ويند لود اللي هو ممكن يبقى بطاطس، القرص كويك ممكن يبقى ده ملوخيه، فاهمني؟ عندك احمال تلج، عندك احمال حراره، كل دي احمال ممكن تكون عندك على المنشأ. تمام، فاحنا الحاله اللي عندنا ديد ولايف بس. جميل، فاحنا دخلنا المطعم وطلبنا رز ولحمه اللي هي مثلا ولتكن ديد ولايف اوريدي. بعد ما بنطلب الاوردر بتاعنا، الاوردر بيروح المطبخ بيبدا بعد كده يجهزوه. هتلاقي عندك الشيف فتح كده اناء وحط فيه الرز اللي هو الديد لود وبدا ايه يولع عليه النار ويسويه. نفس الموضوع برضو بالنسبه للحمه اللي هي اللايف لود، وهيبدا يحط فيها ايه ويبدا يسويه. مرحلة التسوية أو التسخين دي هي المرحلة اللي البرنامج بيعمل فيها رن، بيقدر يعمل أناليسز للموديل عشان ينتج لي بعد كده سترينج أكشن، ينتج لي إن نورمال فورس، وينتج لي شير، وينتج لي مومنت. تمام، فدي المرحلة بتاعة التسخين. ممكن عادي الراجل الشيف يعمل كده، يقوم راح جاي قايل لك إيه، أنا هطبخ لك الرز مع اللحمة مع بعض. يعني انا مثلا انا بحبهم مع بعض مفيش مشكله، انت مثلا بتحب كل واحده في طبق مفيش مشكله. ففي الشاهد من الكلام ده ان انا لو عندي هنا حالتين ديد ولايف، ممكن هو هنا يعمل دي ديد لوحدها، ممكن يعمل لايف لوحدها، ممكن يعمل الديد واللايف. ففي الحاله دي بقى عندي هنا ثلاثه وده اتنين، فانا ممكن يبقى عندي اللود كيسز اكبر من اللود باترن، ما عنديش اي مشكله فيها. تمام، خلاص هم سخنوا الاكل وطلعوه طبخوه. دلوقتي بتيجي مرحله ايه، ان هو ايه الويتر يقدمه لك. هتيجي ونحن قاعدين على الترابيزه، انا هقعد انا مثلا انا هنا وانت تقعد هنا، انت مثلا راجل رياضي وبتحافظ على وزنك وكده فهتطلب كميات قليله، فانت بتشتغل وركينج، فبتقول له انا عايز طبق رز واحد ديد وواحد لايف طبق لحمه. تمام، انا مثلا راجل طفص شويه، فهنقوم رايحين جايين قايلين لا انا هشتغل التيميد، فانا عايز واحد واربعه، عايز واحد واربعه طبق رز وواحد وسته طبق لايف. طيب الشاهد من الموضوع ده باختصار ان احنا لو دخلنا المطعم وما كانش فيه اساسا الديد ده، ما كانش فيه رز، ما كانش هيروح المطبخ ولا كنت هعرف اطلبه. صح، ده الموضوع باختصار، ان انت دي هي المعتمد، انت مجرد ما بتدخل الاحمال هنا اوتوماتيك بتروح في اللود كيسز للمطبخ. بعد كده لما بديك نطلب كل واحد على حسب رغباته، انت عايز ديد ولايف، انا عايز واحد واربعة ديد واحد وستة لايف، انت بعد كده عايز حالات زلازل تانية. تمام، مفيش فيها مشكلة، بس هو ده الموضوع باختصار، الفرق بين اللود باترن واللود كيسز واللود كومباينيشن. تمام، يبقى انا دلوقتي لما اجي ارجع للموديل واقول له ديفاين، اول حاجة لازم اعرفها زي ما اتفقنا ان انا هعرف اللود باترن. طيب انا عندي هنا في لوب باترن عندي ديد ولايف، ده الديفولت بتاع البرنامج. طيب انا عندي على المنشأ بعد كده احمال فلور كفرنج تشطيبات، وعندي احمال الجدران اللي هي الويل لود. طيب في طريقتين، انت ممكن عادي تدخل الاحمال الجدران واحمال التشطيبات من ضمن خانة الديد وتعمل للحمل اد، وممكن تعرف لها حالة تحميل لوحدها. تمام، يعني انت ممكن تعرف لها حالة تحميل مثلا تخليها فلور كفر. تمام، وباجي بعد كده اختار من هنا نوع الحمل. ايه الحاجات دي؟ بيقول لك ان انا عندي الديد ده الوزن السيلف ويت بتاع المنشأ، السوبر ديد، سوبر يعني حاجه فوق
تمام، فاللي هو بيبقى وزنه فوق التشطيبات اللي هو الرخام والبلاط والرمل والكلام ده، اللي هو فوق الوزن الذاتي للبلاطه سوبر ديد، وزن فوق حاجه تمام، فبنختاره سوبر ديد. بعد كده عندك لايف وزلازل ورياح وتلج والكلام ده. طبعا احنا عندنا الديد واللايف، فاحنا هنستخدم سوبر ديد وهنقول له صفر، نقول له ايه اد. طيب ليه هنا الديد لو جينا بصينا هنلاقي هنا ان الديد بواحد، ايه سيلف ويت ملتبلاير بواحد، ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا لو عندي كاميرا بالشكل ده، كاميرا 20 في 60، هتلاقي ان البرنامج اوتوماتيك راح قال لك ان 2 × 10 × 6 × 10 في جاما كونكريت اللي هي 2.5، وهيساوي الاون ويت بتاع الكاميرا. يعني ده معناه ايه برضو؟ معناه ان الايتافس بيبدا يحسب الاون ويت للعناصر الخرسانيه اللي انت مدخلها من اعمده وكاميرات وبلاطات تمام. انت ممكن تخليها بصفر بس انت هتضطر تحسب انت الاون ويت. انا طالما كده كده معرف له الجاما كونكريت من ماتيريال، خلاص انا اقول له لا احسب لي انت، مش عايز احسب تمام. بس نخلي دي ديد عشان تبقى ايه الموضوع بسيط معانا، وهنخلي ديت ال اللي هو رمز اللايف، ونقول له موديفاي لود عشان تتعدل. انا كده دلوقتي اللايف طبعا احنا اللي بندخله، فبيبقى المعامل بتاعه بصفر والنوع هو لايف. دلوقتي دخلنا حمل التشطيبات، عندي بعد كده الحمل اللي هو الوول لود تمام، هنختارها برضو سوبر ديد، وعلشان اضيفها بضغط اد نيو لود. كده انا عايز الاحمال اللي عندي بقت موجوده، كده انا عرفت الاحمال. لو انا جيت دخلت على اللود كيسز هتلاقي اوتوماتيك الاوردر راح المطبخ، وجالي ايه الاربع حالات تحميل اللي عندي، ده اللي احنا لسه متكلمين فيه من شويه تمام. طيب احنا بعد ما خلاص دلوقتي عايز اضيف الاحمال، لو جينا بس فتحنا الكود المصري بتاعنا هنلاقي عندنا ان احنا الجدول 4-1 من كود الاحمال الباب الرابع. هنا بيقول لك قيمة الاحمال اللي عندك على المنشأ، ان كانت غرف سكنية مباني سكني فبيقول لك ان الغرف بتبقى 2 كيلو نيوتن على المتر المربع، والبلكونات والسلالم 3 كيلو نيوتن على المتر المربع. عندك مباني ادارية، مستشفيات، مدارس، عندك بعد كده قاعات صلاة، محلات، فنادق، مكتبات، مسارح، عندك ورش، عندك ورش، عندك ارصفة الشان، عندك انواع مختلفة جدا من الاحمال. انا الحالة اللي انا فيها هو منشأ سكني، فالغرف السكنية بتاخد 2 كيلو نيوتن، والغرف بتاعة البلكونات اللي هو الكانتليفر سلاب والستيرز والمطابخ والحمامات بتاخد 3 كيلو نيوتن تمام. يبقى احنا خلاص متفقين ان احنا دلوقتي عندنا، خلينا بس هنا ايه. طيب انا دلوقتي عايز ادي للبلاطات كلها فلور كفر 15 من 100 طن على المتر المربع، اللي هو حمل التشطيبات اللي هو الفلور كفر. فعشان احددها فبقول له في نوع، في مرتين يعني، ممكن تعمل سيلكت، سيلكت اوبجكت طيب، واقول له حدد لي بالفلورز، واقول له سيلكت كلوز، هيقول لك ان انا حددت 36 بلاطه. لو جيت جبت الثري دي هتلاقي كل البلاطات متحدده، ده حاجه. لو طب لو انا عندي مثلا انواع مختلفه من البلاطات فبعملها من سيلكت، سيلكت بقول له البروبيرتيز سلاب سيكشن، ببدأ اختار القطاع اللي انا عندي بتاع البلاطه. ممكن يكون عندك بعد كده سلاب 20 او هوردي او الكلام ده، مثلا تدخل وزن بلوكات على الهوردي، فعشان تختار البلاطه الهوردي لوحدها بتختارها بنفس الطريقه اللي احنا اخترناها دي تمام. بس طبعا احنا ما عندناش غير البلاطه واحده، فيقول لك انا حددت لك 36 شيل. اروح اقول له عشان اعرف الحمل هروح على قائمه الصين، بعد ما بفتح قائمه الصين عندي دي قطاعات، عندي بعد كده حاجه اسمها جوينت لود، فريم لود، شيل لود. انا دلوقتي داخل اعرف حمل على البلاطه، البلاطه يعني شيل تمام. لو انا عايز اعرف حمل على الكاميرا بستخدم فريم لود، لو انا عايز استخدم احط حمل على بوينت جوينت لود، فانا هستخدم الشيل لود. طبعا الحمل اللي عندي هو يونيفورم حمل موزع، وهقول له ان هو عندي في الفلور كفر، وهقول له قيمته 15 من 100 طن على المتر المربع، وطبعا لازم يكون في اتجاه الجرافيتي تمام. ايه اد وريبليس وديليت؟ اد دي لو انا عندي حمل سابق وهضيفه، ودي هنشوفها في اللايف لود على السلالم والمطابخ والبلاطات الكابولي. ديليت دي ان هو يخلي لك الحمل بصفر، يشيل لك الحمل من على البلاطه. ريبليس دي لو انت حاطط مثلا حمل هنا مثلا 2 من 10 وعملت ريبليس، هيشيل ال2 من 10 ويحط ايه ال15 من 100. انا كده كده مفيش حمل سابق فعملت ريبليس او اد، الاتنين بالنسبه لي واحد، هقول له ابلاي اوكي تمام. ده كده بالنسبه لحمل الفلور كفر. عندي بعد كده حمل اللايف لود، هقول له سيلكت، سيلكت اوبجكت تايب. طب انا في طريقه تانية اسهل، في هنا عندي على الجنب حاجه اسمها بريفيوس سيلكشن، واختصارها كنترول جي، لو ضغطت عليها هيحدد لك البلاطات تاني من غير ما اطلع اعمل سيلكت، بيحدد لك اخر حاجه انت عملتها.
فلما بعمل بريفيس سيلكشن دي واقول له اساين شيل لود يونيفورم، انا دلوقتي عندي لايف لود على كامل مسطح البلاطات بقيمة 2 من 10، وهقول له ريبليس. اوكي، قلنا ان انا عندي السلالم وعندي المطابخ والبلاطات الكابولية بتاخد 3 من 10، صح؟ يعني لو انا جبت الدور الارضي ده تمام، وتأكد ان انت شغال في الاول ستوري، ولو ضغطت على السلم ده هيقول لك اللي هو الدرج اللي هو البلاطة دي والبلاطة اللي فوقها، علمه هو 2 شل، وضغطت على المطبخ ده مثلا تمام، والبلاطة الكابولي دي. جميل كده. انا عايز دلوقتي ادي لدول اللايف 3 من 10، فاروح اقف على الصايم شيل لود يونيفورم واقول له 1 من 10، بس ايه اد، يا اما خليه 3 من 10 ويبقى ريبليس. الاختيارين معاك، يا تخليها 3 من 10 وتعمل ريبليس للحمل، يا تضيف 1 من 10 وتعمل للحمل اد. فلما اجي اقول له ابلاي اوكي، اوتوماتيك اهو بقى، ده 3 من 10، ده 3 من 10، ده 2 من 10، ده 3 من 10. يبقى انا عندي المطبخ والسلم والبلاطه الكابوليه خدت 3 من 10. طب انا عايز اتاكد، اشيك على نفسي هل الاحمال انا دخلتها صح، هقف على اي بلاطه واضغط كليك يمين، ولو جيت على اللودز هيقول لي ان انا عندي في دور كفر 15 من 100 عندي اللايف لود اجمالي 3 من 10. طيب لو بلاطه زي دي وقفت على اللود هيقول ان انت عندك في دور كفر 15 من 100 واللايف لود ب 2 من 10. انا كده خلصت الحمل اللي على البلاطات. طيب ناقص لي الحمل اللي على الكمرات، حمل الجدران. طيب انا الجدار عندي في نوعين من الحمل بتاع الجدران بتاعت الوول تمام، ممكن يكون عندك الحمل موزع، يعني عندي ادي بلاطة ويبقى الحمل موزع يونيفورم لود، ودي مشهورة قوي في الفلات سلاب، يا اما الحمل زي السوليد سلاب كده مرتكز على كمرة ويونيفورم وخلاص تمام. احنا الحالة عندنا هي حالة ايه، جدار مرتكز على كاميرا ويونيفورم. طيب دي بتبقى ايه، دي بيقول لك ان انت بتجيب مجموع اطوال الحوائط تمام على الاريا، يبقى ده اليونيفورم، وبيبقى غالبا من 2 من 10 ل 4 من 10. اما هنا الحالة بتاعتي دي بالنسبة لي كمر ساقط، فانا دلوقتي هيبقى عندي الكمر عندي 20 60، ارتفاع الدور كان 3.5، لما اطرح منه الكمرة يبقى انا عندي كده ارتفاع الدور، ارتفاع الجدار 92. فعلشان اجيب الدبليو بلوك ده بيبقى عندي 92 في 2.8 اللي هي كثافة الطوب اللي عندي في تخانة الجدار، يبقى ده بالنسبة لي البي، ده الاتش، دي الجاما وول. هتلاقي ان الرقم ده بيطلع تقريبا 1 طن على المتر الطولي تمام. فالقصة كلها زي ما قلنا، انا لو عندي الحمل من 2 من 10 ل 4 من 10، ده بيبقى طن على المتر المربع، اما ده بيبقى 1 طن على المتر الطولي. طيب انا دلوقتي الحمل البلاطة اللي عندي على المنشأ هنا هو حمل موزع على الكمرات، فاروح اعمل سيلكت سيلكت برضو بنفس الطريقتين، يا بالاوبجكت طيب واختار البيم واقول له سيلكت تمام، يا اما الطريقة التانية. طبعا انا لو عايز الغي اي تحديد بلغيه من هنا تمام، اروح اقول له سيلكت سيلكت بروبرتيز الفريم سيكشن واختار لي البيم 20 في 60. ممكن يكون عندك انواع مختلفة من الكاميرات وعليها مثلا احمال حوائط مختلفة، او معلهاش احمال حوائط خالص، فانت ايه برضو تبقى انت عارف الاختيار ده. احنا بنشرح ده ودي بحيث ان اللي قاعد قدامنا يعني يقدر يتعامل بعد كده مع اي موديل، فهمني يبقاش مقتصر على حاجة معينة. فهنقول له اساين عشان ادخل حمل على كاميرا، الكاميرا بالنسبة لي فريم، هيبقى فريم لود، والحمل طبعا عندي الجدار حمل ديستريبيوتد، طبعا قلنا ان هو هيبقى بواحد، وهنقول له اوكي. طبعا بيبقى في الجرافيتي بس ايه، في الوول لود ريبليس او اد، كده كده مفيش حمل على الكاميرا سابق، فهنقول له ايه اوكي. لو جيت جبت الثري دي هتلاقي ان كل المنشأ عليه ايه، عليه احمال حوائط، بس في ملحوظة هنا، انا سقف الروف ده معلهوش جدران. بمعنى ايه، انا عند الروف ده هيبقى دي دلوقتي السترة بالنسبة لي، ده الروف، الروف ده بيبقى غرفتين او ثلاثة على السطح، مفيش فوقهم جدار، لان ده بالنسبة لي بيمثل السطح، فما بحتاجش ان انا اعمل جدار فوق الروف، فبالتالي مفيش هنا حمل جدار. طب انا عشان اعمل الموضوع ده هقف على الستوري 3 تمام، وهعلم كده من الشمال لليمين. جميل، بس طبعا احنا شغالين في الاول ستوري فهيعلم كله، فاروح نعمل كنترول ايه واروح اعلم 1 ستوري
تمام. انا عرفت منين ان هو عالم الاول ستوري؟ لما كانت شغال كده وانا علمت جاب لي ان هنا 40 فريم، في حين اللي قدامي ده ما يكملش اساسا ال 20، تمام. فانا هقوم رايح جاي عامل الحل ده واقول له وان ستوري واختار كده من الشمال لليمين، هيقول لي دلوقتي شوف 20 فريم، بقت منطقية اكتر. هنقول له اساين فريم لود ديستريبيوتد، وهنختار ديليت اكزايتنج لود، خلي لي الحمل بصفر، ونقول له اوكي. ونقول له هات ال 3 دي، لو جيت هجيب الشكل بالشكل ده دلوقتي ما عادش عندي حمل فوق، بقى عندي احمال الجدران هنا وهنا بس، خلاص ده كده بالنسبة لي احمال الجدران. تعالوا بقى نتكلم، مثلا انا لو عندي البلاطة دي انا نسيت ارسمها زي ما احنا كنا نسينا نرسمها، تمام، وخلاص عرفت الاحمال وعرفت كل حاجة وما افتكرتش الا بعد فين ان انا نسيت ارسم البلاطة دي. دلوقتي هنروح نرسمها عادي اهوت، هنقول له هات لي سلاب 15 وارسمها لي كده، جميل جدا. انا دلوقتي لما اجي اقف على دي واشوف الاحمال هلاقي عندي الاحمال موجودة، بس طبعا دي لما اجي اقف عليها واشوف الاحمال بكليك يمين ما عنديش احمال. هل انا بقى هاخد البلاطة دي دلوقتي، هاخد البلاطة دي واروح اعمل اساين وشيل لود في الفلور كفر 15 وفي اللايف احطها ب3 من 10؟ لا، في حل اسهل اللي هو ايه، انا عندي ده زيها، انا نفس الاحمال بتاعت الكابولي ونفس الاحمال بتاعت الدرج، فانا هقف عليها واقول له اساين كوبي اساين، تمام، بختار كوبي اساين واروح اقف على البلاطه دي تاني واقول له اساين بيست اساين شيل، اقول له اختار لي الدوفلت واقول له اوكي. لو جيت وقفت بكليك شمال وضغطت كليك يمين هيقول لك ان الاحمال دلوقتي بقت كلها عندك موجوده من غير ما اروح اعرف الاحمال انا تاني. طبعا الاوامر دي انا بقولها يعني في نص الشرح كده، الحاجات دي زي ما انا قلت ان اللايف ده هيكون فيه اوامر كتير في الايتابس بحيث ان انت تقدر تبقى سريع، تمام. هنيجي طيب، تعالى نفتح موديل كده عشان نشرح برضو شوية اوامر في الايتابس. لا خلي ده زي ما هو كده وشايفه، تمام. خلينا نفتح موديل ايتابس جديد، هنشرح برضو شوية اوامر كده قبل ما نكمل حل على الموديل، بحيث برضو الناس ايه متبقاش مقتصرة على ان احنا بنحل موديل بس، لا يعني ايه نحاول نعرفكم اكتر عن الايتابس. انا هختار الموديل اللي هو التمبلت ده. تعالوا بقى نركز مع بعض ونشرح شوية اوامر كده وايه ماشي. خلي دي مثلا 4 دي 5 وقول له اوكي. انا دلوقتي مثلا لما اجي ارسم منشأ بالشكل ده وليكن عندي الاعمدة 20-60 مثلا فيرتيكال، اقفل بس الشاشة دي، جميل، وارسم مثلا كاميرا البيم 20-60 وجيت ارسم البلاطة رسمتها بالشكل ده سلاب 15، تمام. انا دلوقتي لو جيت وقفت على البلاطة دي هلاقيها كلها متحددة وان شيل، حتة واحدة جزئية واحدة. طيب افرض انت عندك الحتة، عندك البلاطة دي بلاطة حمام او مطبخ ومتهبطة وعايز تحط لها لايف لود 3 من 10 بدل ما لايف لود على كامل منشأ 2 من 10 وعايز تخبطها، طب في الحالة دي ممكن تعملها ازاي؟ بقف على البلاطة زي ما انا واقف كده وبروح على قائمة ايديت، اقول له ايديت شيل ديفايد شيل، واقول له قسمها لي من الاختيار التالت ده مع الجريدات، تمام، واقول له اوكي. لو انا جيت حددت تاني كده هيقول لي ان انت محدد 8 شيل 2 4 6 8. طيب احنا دلوقتي قسمنا خلاص البلاطه وعايز دلوقتي افصل البلاطه دي عن البلاطات المجاوره ليها لو دي متخبطه. طيب احنا ممكن ندخل الاحمال الاول اساين في شيل لود يونيفورم، تدخل مثلا في الداد 3 من 10 وندخل في اللايف 3 من 10 زيها، جميل، ونقول له اوكي. طيب انا دلوقتي عايز لما المنشأ يجي يحل لي البلاطه دي على انها سيمبل لان دي هتتخبط، فبقف على البلاطه تقريبا الامر ده برضو مش موجود غير في ايتابس 16 15 و13 تقريبا مش موجود فيه الامر ده، فهنقول له اساين شيل عندي حاجه اسمها ايدج ريليز. لو جينا فتحنا ايتاب 15 او 13 ما بتلاقيش ايدج ريليز دي موجوده، بتلاقي ده رقم على طول لوكال اكسس، ف16 موجوده فيه. ايدج ريليز دي بنروح جاي مختارها، بختار الاختيار ده الاختيار التاني واقول له اعمل لي ريليز نتيجه المومنت واقول له ابلاي اوكي. هتلاقيه بدا يكتب لك على حوالين الكاميرا
اهوت خلاص كده هو فصلها لك تمام. انا دلوقتي لو جيت حليت وقعدت اشوف هل هو حلها على انه سيمبل ولا لا، هاجي اختار الامر ده اللي بيظهر العزوم على البلاطات اللي هو شكل البلاطة ده تمام، وهقول له ظهر لي الام 1 1 والام 2 2 ده اللي انا بحتاجهم في البلاطة. طبعا دي الستريس داخلية في البلاطة وكواشير والكلام ده ما بيهمنيش. انا دلوقتي لو لاحظنا هتلاقي عندك هنا دي بقعة زرقاء، والبقعة الزرقاء دي هتلاقي قيمتها من هنا موجودة اهيت، موجودة 6 من 10. طيب هل هو حلها زي اللي فوق؟ عشان تبان اكتر معاك لو انا جيت خدت درو سيكشن كات وخدت هنا مثلا سيكشن كات هلاقي ان البلاطات مستمرة صح. طيب انا بقى لو خدت نفس الدرو سيكشن كات ده في البلاطة اللي انا عملت لها ريليز انها تشتغل سيمبل، هتلاقي البلاطة اهيت موجودة معاك سيمبل، والبلاطة دي بعد كده كملت كونتينيوس مفيش فيها اي مشكلة. في الحالة دي بتضمن حتى لو انت جيت وقفت هنا، بص هنا على الفاليو تمام، لو جيت وقفت هنا هتلاقي عندك القيمة 0.0955 تمام. ففي الحالة دي انت خلاص المومنت هنا في صفر والمومنت هنا في صفر. نفس الكلام ده في الاتجاه اكس هتلاقيه في الاتجاه واي. دي برضو بالنسبة لحتة لو انت عندك بلاطة وعايز تهبطها عن البلاطات المجاورة ليها او انك عايز تقسمها. طيب افرض انا خلاص انا قسمت البلاطات ومش عايزهم كلهم يشتغلوا ايه، مش عايز دي ودي 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 بلاطة، لا خلاص انت ممكن تقوم رايح جاي معلم على البلاطات دي كده هيبقوا معاك هنا كام 4 شل، واقول له edit edit shell وهقول له merge shell جميل. البلاطة دي ودي ونقول له edit merge shell، لو جيت وقفت عليها هيعلمها لك على انها بلاطة واحدة تمام. ده ازاي تقسم وازاي تدمج البلاطات. طيب الموضوع ده، طب لو للكاميرات، طيب بص انا دلوقتي عندي الكاميرا دي والكاميرا دي والكاميرا دي والكاميرا دي كل واحدة لوحدها وقال لك 4 فريم، انا ممكن اخليهم فريم واحد عن طريق ايديت ايديت فريم اقول له جوين فريمز. لو جيت ضغطت تاني هيقول لك ان انت عندك 1 فريم سيلكتد وكلهم اندمجوا على هيئة حاجة واحدة. طيب لو عايز اقسمها هقول له ايديت ايديت فريم ديفايد فريمز واقول له قسمها لي مع الجريدات دي، قسمها لك مع الجوينتات والأعمدة هي هيها، طالما من راسم جريدات خلاص. لو مش راسم جريدات وعايز اقسمها بختار الاختيار التاني ده، بس بختار الجوينتات كده تمام، بختار الجوينتات اللي هيقسم عندها. يعني انا لو خدت الجوينتات وقلت له ابلاي دلوقتي اوكي وجيت ضغطت هنا هتلاقي ان الكاميرا دي لوحدها الكاميرا دي لوحدها الكاميرا دي لوحدها والكاميرا دي لوحدها، وقال لك ان هما 4 فريم تمام. طيب خلينا برضو نحل كده ونشوف حاجة ونقول لكم برضو بتتعالج ازاي. لو احنا حلينا كده وجينا نشوف المومنت على الكاميرات، طبعا ده اللي بيظهر المومنت على الكاميرات. لو انا جيت بسيط هلاقي هنا ان انا بينتج عندي عزم سالب اهوت تمام، ده ما فيش فيه مشكلة ده طبيعي. لكن العزم السالب اللي فوق ده انا عايز اخليه بصفر، والعزم ده عايز اخليه بصفر، ولتكن الكاميرا دي تعال نطبق عليها كده. يعني انت دلوقتي اللي دي لو جيت وقفت عليها هيقول لك هتلاقي هنا عزم صغير اهوت اللي هو سالب 1 1 طن ده، لا انا عايز اخليه بصفر. فبروح افك الحل ادمج دول مع بعض اعمل لهم ايديت ايديت فريم جوين فريم بقت كاميرا واحده، اقول له اساين فريم اند ريليز، صفر لي المومنت من البداية والنهاية والتورشن، اقول له اوكي تمام واقول له حل كده تاني. لو انا جيت دلوقتي خدت الكاميرا دي قلت ايه المومنت، هتلاقي ان شفت العزم، العزم راح. لو جيت وقفت عليها هتلاقي اهوت العزم من هنا بصفر ومن هنا بصفر ومن هنا ايه موجود العزم السالب. بس انت ملاحظ حاجة؟ حد فيكم ملاحظ حاجة؟ يعني أنا لما باجي كده ملاحظ إن العزم بادئ مش من أول الكاميرا، بادئ من بعدها بشوية، وكذلك بالنسبة للشير يعني بادئ من بعد منطقة العمود. لو جيت بصيت كده بتلاقي العزم بادئ من بعد منطقة العمود. هو ده طبعا ده صح لأن العمود في المنطقة دي هو اللي بيقوم العزوم مش الكاميرا. بس أنت لما بتيجي ترسم بالمانوال، لو أنت عندك كاميرا كده في المانوال
وعايز ترسم عليها العزم دي، طبعا العمودة عندي بتلاقي نفسك راسم العزم كده من هنا لهنا من النقطة دي. طب انا لو عايز اعمل الموضوع ده هنا في الايتابس اعمله ازاي؟ تعالى مثلا نوضحها، امسح كده ده كله. انا دلوقتي هرسم هما عمودين وليكن كده عندي عمودين تمام، وهقول له ارسم لي كاميرا هنا، وعندي هنا برضو عمودين، وارسم لي كاميرا هنا. وتقريبا ما رسمش الكاميرا دي صح، ما رسمش الكاميرا دي. وهقول له ان انا عندي دي ودي عليها اساين فريم لود ديستريبيوتد وليكن 2 تمام. هقول له حل، لما يجي يحل ونشوف هتلاقي المومنت بيجي من بعد ايه عرض العمود اللي هي 1/10 دي ويبدأ يظهر. يعني لما اجي اخد المومنت واجي اختار الاليفيشن 2 ده عشان تظهر معاك اوضح، بتلاقي المومنت لو انت مزوم كده بتلاقي المومنت بدأ يظهر معاك من بعد منطقة ايه العمود. لو قفت كليك يمين هتبان معاك برضه، هتلاقيه بادئ من بعد ايه وش العمود. طيب انا عايز دلوقتي اخليه يبتدي من ايه من النقطة الصفر دي. بعمل الموضوع ده ازاي؟ ان انا هفك الحل، هعلم على البلاط على الكاميرا دي تمام، واقول له اساين فريم، عندي حاجه اسمها اند لينس اوفست تمام. الاند لينس اوفست دي لما بقف عليها هقول له ديفاين لينس وخليها لي 0 و0 وهلغي الاوتوماتيك واقول له اوكي. جميل. لو انا جيت دلوقتي بصيت للشكل هتلاقي ان انت عندك هنا في الجزئيه دي، تعالى كده عندك ده كده حد العمود، لكن هنا بقى لك ايه من 0. طب لو انا جيت وقفت على الكاميرا دي وضغطت كليك يمين وجيت اشوفها هنا اللي هو الاند لينس اوفست دي، هتلاقي بيقول لك اهوت عندي 1/10 من الاند وواحد من 10 من الستارت. 1/10 دي اللي هي عرض العمود تمام. فانا لما اجي اعمل رن دلوقتي المفروض ان العزم عندي هنا هيبقى من النقطه دي، لكن هنا هياخد برضو الترحيل بتاعه اللي هو 1/10. لو جيت قلت ابلاي زي ما احنا شايفين كده العزم بدأ من نقطة الصفر، لكن هنا بادئ من النقطة التانية. لو جيت وقفت عليها وبكليك يمين هتلاقيه بادئ معاك اهوت من نقطة الصفر، هو والشير من النقطة بتاعت قصدي التقاء العمود بالكاميرا، اما هنا بادئ من بعد منطقة العمود. طيب لو انا جيت فصلت في حاجة تانية برضو في الامر ده، لو انا قلت اساين فريم الاند لينس اوفست دي، في عندي هنا اختيار بيقول لك ايه ويت بيزد اون كلير لينس، اللي هو يقول لك يعني الكاميرا يتم حساب وزنها ده الصافي، يعني ايه خصم عرض العمود من الكاميرا ويبقى ده كده وزن الكاميرا الصافي. طبعا ده حل ادق وبيبقى بالنسبه لنا ايه ده الامس، فبناخد ايه الاختيار ده. طيب انا دلوقتي مثلا نكمل برضو شرح في الايتابس. لو انا جبت رسمت الموديل بالشكل ده وادي البلاطه وادي الكاميرات مثلا، جميل كده. انا دلوقتي عايز المنشأ ده يتكرر في مثلا 5 ادوار. طب انا لما اجي اعلم زي ما قلنا هعلم بكنترول ايه، هيحدد لك المنشأ كله، يعمل كنترول ار اللي هو ريبليكيت، هاجي اختار الستوري هلاقي عندي ستوري واحده بس تمام. ففي الحاله دي ممكن تعمل ايه، تضغط كده على الكنسل، الغي التصحيح، وقف كليك يمين قول له اد موديفاي جراد، وهنبقى تلاقي عندك حاجه هنا اسمها كويك اد ستوري. لما اقعد تضغط عليها كده هيبدا يضيف لك ايه عدد ادوار. طيب انا دلوقتي ضفت 6 انا عايز 4. طب هيعملها ازاي؟ هقول له من الموديفاي دي عندي حاجه اسمها موديفاي ستوري، واقف عليه وكليك يمين اقول له ديليت ستوري ديليت اكزايتنج، اقف عليه كليك يمين ديليت ستوري ديليت اكزايتنج، يبقى كده عندي 4 ادوار بس اللي انا عايزهم. ولو جيت علمت على المنشأ واقول له كنترول ار الستوري من التاني للرابع واقول له اوكي هتتكرر معاك كده. في الحاله دي لو انا عندي المنشأ نسيت اضيف عدد ادوار او ضفت عدد ادوار زياده اقدر اضيف وامسح زي ما انا ايه قلت دلوقتي. عندي بعد كده برضو في حاجه في الايتابس الجديد دي اسمها كات واي في الاليفيشن، ممكن تاخد ماسكت في الاليفيشن كات واي. زي ايه يعني؟ انا مثلا لما بجيبه من هنا باكد في الفيو
عندك هنا حاجة اسمها set elevation view. طبعا دي ما بتتفعلش الا لما بتروح على الاوبشن الجرافيك وتخليه دايركس، تمام، وروح على الفيو set elevation، هتلاقي ظهر معاك ايه ال 3D cut section ده. لما اجي اقول له مثلا انا عايز اظهر معايا السكشن 2 2 ده ومش عايز اظهر حاجه وراه، يعني عايز اظهر بس الجزئيه ولا دي، مش عايز اظهر الجزئيه اللي وراه، فهعملها ازاي؟ هقف على الاتنين دي واقول له من الليفت اقطع لي. فلما اجي اعمل ابلاي هختارها في ال 3D واتنين واقول له ابلاي، هتلاقي ايه قطع لك الجزء اللي ورا. طيب لو انا عايز من الجزء مثلا ده دي واقول له من الرايت واقول له كده ابلاي، عايز مثلا الجزء 3 ده بس هو اللي يبان معايا، 1 و2 ما يبانش، فنختار 3 ده ونقول له من الرايت، هيبدأ يظهر لك الجزء اللي ورا ده بس زي ما احنا شايفين كده. في دي طريقة بتقدر تتحكم فيها برضو بالإظهار، دي موجودة برضو في الـ 16 تقريبا، بس ده